مش عاوزين نزاع عليك نرميها. فين وقفنا؟ فين صفحة كام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل ما كنا قد وقفنا عنده قبل صلاة المغرب. يلا يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ضلت اليهود أدام الله ذلتهم فأساءوا الأدب ووصفوا أنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام بمساو لا يليق أن يوصف بها من هو أدنى منهم في غاية. وبما ساو التنوين ده عوض عن ايه؟ عن حرف اصلا. بمساوي او مساوئ، خلاص كده. وربما ادخل بعض جهلة المؤرخين والمفسرين بعض ذلك في كتبهم. اليهود عليهم لعنة الله تعالى اساءوا الادب، وقال هنا ادام الله ذلتهم إشارة إلى قوله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة فأساءوا الأدب ووصفوا أنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام بمساو لا يليق أن يوصف بها من هو أدنى منهم في غاية، يعني من هو أقل منهم بكثير لا يليق أن يوصف بهذه التهم وبهذه المعايب والمساوئ التي وصف اليهود عليهم لعنة الله تعالى بها أنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام. ووصفوا أنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام بمساو لا يليق أن يوصف بها من هو أدنى منهم في غاية. يعني لو كان يعني من هو أقل منهم في غاية، يعني مثلا في الصلاح أو في المنزلة أو في الجاه، يعني لا يليق أن يوصف بها رجل من الصالحين العاديين. ربما أدخل بعض جهلة المؤرخين والمفسرين بعض ذلك في كتبهم وافتتنوا بذلك وفتنوا به من يطالعه من يطالعه من الجهلة، يعني يشير إلى ما وقع في كتب التفسير من الإسرائيليات ومن الأمور التي أدخلها المفسرون. وهنا طبعا ري المنزلة عالية وضليع في العلم، فاتهمهم بالجهل وقال جهلة المؤرخين والمفسرين، ولو كان جاهل ما لا يسمى مفسرا، ولكنه يعني ارتكب جهالة بهذا الشكل وأوقعها في تفسيره، فكان ينبغي أن ينزه التفسير عن هذه الجهالات. وليس المراد أنهم جهلا في العلم، وإلا لم يكن مفسرا. يعني الجهالة هنا مش ضد العلم، ضد التريث وضد الحلم، كما في قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. الجهالة هنا مش معناها ضد العلم، يعني هو اللي يعمل ذنب بجهالة يتوب الله، يعني يجهل أن هذا حراما، لا، ده لو كان يجهل أن هذا حرام أو هذا ذنبا فلا مؤاخذة أصلا، مفيش، فكيف يتوب؟ التوبة فرع عن أنه في معصية أو في إثم، فمن يفعل شيئا ويجهل حرمته فلا إثم عليه، لا يوجد إثم ولا يوجد ذنب أصلا. فالجهالة هنا عن التسرع والطيش وعدم إدراك ما يترتب على ذلك من وقوع أو من تنقيص لمقامات الأنبياء، فيعملون السوء بجهالة. الجهالة هنا على حد قوله تعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. كيف يقول من الجاهلين؟ هو نبي ويعلم، يعني المتسرعين الطائشين المندفعين. الجهالة هنا ليست ضد العلم إنما ضد الحلم. أحيانا تأتي الجهالة ويراد بها الجهل اللي هو ضد الإيه؟ العلم، وهنا ضد الإيه؟ ضد الحلم وليس ضد الإيه؟ العلم.
لانه اللي يفعل ذنب بجهاله غير مؤاخذ وغير ايه وغير مذنب. ومعنى هذا ان من يفعل الحرام ولا يفعل احد الحرام الا هو يعلم انه حرام فعنده علم، فكيف يقال لا يتاب عليه الا اذا كان جاهلا؟ لا، اذا الجهاله نوع من الايه من الاندفاع والايه وارتكاب افعال الايه الجاهلين، كما قال الله تعالى لنبيه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ليس المراد به الايه الجاهل اللي هو ضد الايه العلم. نعم. ضالا فهدى بك، مش فهداك، فهدى بك. والعرب كانوا إذا وجدوا في الصحراء أو في منطقة نائية كده ما فيهاش زرع أو أشجار، إذا وجدوا شجرة أو نخلة وحدها لا شجر معها يسمونها ضالا، أي يهتدي الناس بها، يهتدي الضال بها، فليست هي الضال إنما يهتدي بها أهل الضلال. هذا أسلوب عربي، ولذلك سيأتي هنا ما وقع أو ما جاء في النصوص في حق الأنبياء من مثل هذا، ويجيب عليه بعد قليل إن شاء الله. نسأل الله تعالى العافية من زلات من يقتدى به، فإنه يضل بسبب ذلته وفتنته عالم كثير. يقول لك احذر زلة العالم فإنه يضل بها عالم، ولو زلت واحد غير عالم خلاص الناس ما حدش هيقتدي به. إنما هنا قال نسأل الله العافية من زلات من يقتدى به، يعني في ناس كثير مثلا من العوام لما ننصحهم مثلا بعدم شرب الدخان على طول يقول لك الشيخ فلان، يجيب لك واحد في التلفزيون بيشرب، يعني يقول لك نعوذ بالله من زلات من يقتدى به فإنه يضل بسبب زلته وفتنته عالم، مش عالم، عالم كثير. فإذا كان واحد من أهل العلم يعني ربنا ابتلاه بمعصية فعليه أن إيه يعني لا يظهر بها أمام الناس، يعني إذا كان في مصيبة يبقى بينه وبين إيه بعيد عن الإيه عن الناس حتى لا يقتدون به. هو طبعا غير معصوم، بس العام ما يعرفش إن هي دي ذنب، أو يفتكرها إنه طالما فعلها رجل من أهل العلم أو من أهل الأزهر يعني معناها بفعلها من أنها من باب السنن أو المستحبات. الناس يفهموا كده، مش بفعلها على إنه هو يخطئ ويصيب، لا، ينظرون إليها إنه هذا لا يفعل إلا ما يجب فعله. في ناس كده يقول لك والله معقول الشيخ ده يعمل حاجه غلط؟ ده هو مش بيعمل الا الحاجه الغلط. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وربما يغترون بذلك لقله تحصيلهم وعدم تحقيقهم بظواهر من الكتاب والسنه، سنشير ان شاء الله بعد هذا الى جمله منها. يعني ايه اللي يخليهم كمان يعني يتمسكوا بالاشياء دي، مع انه يقول لك ده ممكن يعني انسان بشر لكن في ظواهر من الكتاب والسنه كانها توهم صدق ما يقول هؤلاء المفسرون او هؤلاء المنتمون الى العلم. يعني معاه من ظواهر النصوص ما يشير الى صحه كلامه. سنشير ان شاء الله بعد هذا الى جمله منها ليعرف منها غيرها. سنشير إن شاء الله بعد هذا إلى جملة، مش هيقدر يستعرض كل شيء، ليعلم أو ليعرف منها. ونظير الاغترار بهذه الظواهر اغترار المجسمة القائلين بالجهة. يعني شوف كده احنا الان في الكلام عن مين؟ عن الانبياء. برضو الطبع غلب راح لك للمجسمة، لما يلقي اي فرصة
للانقضاض عليهم راح ما سيبهمش. قال لك ونظير الاغترار بهذه الظواهر اغترار المجسمة، يعني لأنه لا يكون مجسما إلا إذا كان مشبها. اغترار المجسمة القائلين بالجهة وبتأثير مقدرة. عندك انت عندك ايه شكل النسخة الثانية؟ القائلين بالجهة وبتأثير القدرة الحادثة، خليها كده وبتأثير مهمة لا تفهم إلا هكذا، وبتأثير القدرة الحادثة. قول. ونظير الاغترار بهذه الظواهر اغترار المجسمة القائلين بالجهة وبتأثير القدرة الحادثة وتعليل الأفعال والأحكام ونحو ذلك بظواهر من الكتاب والسنة توهم ذلك. يعني مثلا إذا واحد من العوام ما يعرفش أن علم الله تعالى أزلي ومحيط ولا تخفى عليه خافية ويعلم الأشياء قبل وقوعها وعند وقوعها وبعد وقوعها، فيظن أن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، تمسكا بقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. فهنا يقول لك ربنا يقول لنعلم، يعني معناها لولا هذا الأمر ما كان ليعلم إيه ما يتبع. شوف يغتر به بظواهر النصوص، ما عرفش ان القرآن ده اسلوب عربي ولازم يكون يفهم اللغة العربية ويفهم الاستعمال والمجاز والحقيقة والشغلانة طويلة ويفهم البلاغة بعلومها المختلفة حتى يعرف كيف يفهم هذا اللسان ويفهم القواعد العقلية، لأن الجهل بها يجره إلى إيه؟ إلى هذه الاعتقادات الباطلة أو الفاسدة. ونحو ذلك بظواهر من الكتاب والسنة توهم ذلك ولم يحيطوا بعلمها لعدم تضلع من العقليات والنقليات. يعني هو سبب كذا انه عدم فهمه او معرفته او المامه بالامور العقليه، خلاص كده عرضوا مباشره اي شيء في الظاهر يستحيل نسبته الى الله تعالى بحسب القواعد والادله العقليه، ممكن هو يجعل هذا ما يستحيل يجعله مما هو جائز او مما هو واجب، فيخلط بين معرفة الواجب والجائز والمستحيل في حق المولى تبارك وتعالى. وزد على ذلك في مصيبة ثانية قالها الشيخ السنوسي، ده رجل من أولياء الكبار مش رجل عادي، ده يقول إيه ولم يحيطوا بعلمها شنا؟ لعدم تضلعهم من العقليات والنقليات، وبعدين في المصيبة الكبيرة الأهم وفقدهم الأنوار الربانية، يعني تجد كده عليهم ظلمة كده، الواحد تلقاه لحية كثيفة لكن عليه على وجوههم غبرة ترهقها قترة بس ما تكملش. ولم يحيطوا بعلمها لعدم تضلعهم من العقليات والنقليات وفقدهم الأنوار الربانية والعصمة الإلهية، يعني ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ربنا طمس على بصيرته، هتعمل ايه انت كده؟ تلقاه كده مظلم كده وكلامه لا يؤثر، فتنة. ولهذا قيل إن التمسك في معرفة الله ومعرفة الرسل عليهم الصلاة والسلام بمجرد ظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول الحكم. وهذا كمان دليل ثاني على ولايته، بيقولوا لهذا قيل ولم يذكر القائل وهو القائل. قالوا الكلام ده في المقدمات. ولهذا قيل يعني تواضعا، كأنه يعني ذكروا بصيغة التجهيل كذا. ولهذا قيل إن التمسك في معرفة الله ومعرفة الرسل عليهم الصلاة والسلام بمجرد ظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر. يعني كيف يكون التمسك بظواهر الكتاب والسنة؟ يعني لأنه
لابد أن ترد ذلك إلى الدلالة العقلية لأنها قطعية. أما النقل فرع الأصل في إثبات العقائد العقلي، لأنه لو كان يترتب أو يتوقف العقل على النقل لأدى ذلك إلى الدور. فالدليل النقلي صحته متوقفة على الدليل العقلي، خد بالك من ذي، ده أصل. فكيف نبطل الأصل بالفرع؟ فلو أبطلنا الأصل بالفرع لبطل الأصل والفرع. إذا ده لا ده دليل ولا ده دليل، هيؤدي إلى الإيه؟ إلى الدور. يعني صحة الأدلة النقلية متوقفة على الدليل العقلي، فإذا عارضت الدليل العقلي يجب صرفها عن ظواهرها وتأويلها بما يتفق مع الدلالة العقلية. إخواننا اللي هم لا يكادون يفقهون حديثا، أو لا يكادون يفقهون قولا، في قراءة كده لا يكادون يفقهون قولا، يريدون إيه؟ قلب الحقيقة دي. مع انه يقول لك لا ما فيش حاجه اسمها الدليل العقلي. كيف ما فيش حاجه اسمها دليل؟ يعني الدليل الشرعي مركب منهما، من الدليل النقلي والدليل العقلي، وكلاهما دليل شرعي، ان الله تعالى شرع لنا الاستدلال بالادله العقليه والنقليه. موجود؟ يلا. قلت: وكذلك تلقي هذا العلم من مجرد الكتب والمشايخ المصححين والمتفقهين. وكذلك يعني ايه؟ ايه وكذلك؟ وكذلك يعني ده هيرجع على الاصول دي. تلقي العلم من مجرد الكتب، تلقى الواحد عنده مكتبه طويله عريضه وهو ايه؟ كمثل الحمار يحمل اسفار. فما يمشي بكثره الكتب، يقول لك والله انا عندي مش عارف كم مجلد، عندي كم كتاب، مش بالكتب، بالايه؟ بالميزان العقلي الموجود عندك. خلاص دقائق وحنختم يعني. نسأل الله تعالى السلامة من فتنة المحيا والممات، والتأييد بالتوفيق نسأل الله تعالى السلامة من فتنة المحيا والممات والتأييد، مش كده؟ يعني نسأل الله التأييد بالتوفيق والعصمة من جميع الآفات لجاه أشرف. يلا اقراهم، احنا حنأمن وراك. نسأل الله تعالى السلامة من فتنة المحيا والممات والتأييد بالتوفيق والعصمة من جميع الآفات لجاه أشرف الخلق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. حيجي بعد كده هيدخل في يقول لك وبهذا، يعني هنا هيفرق واكد ان كل ما اوهم في حقهم او حق الملائكه الكرام نقصا من الكتاب او السنه وجب تاويله. يجب، لانه اذا لم تؤول اذا معناه ايه؟ حتقع او حيلزم من ذلك نسبة النقص اليهم، الى الملائكة والى الرسل. فهيأتي بعد ذلك الى يشير الى وجوب تأويل ما اغتر به بعض من اجاز على الانبياء. او كان في سؤال هنا نجاوب عليه ونختم. يبقى حنقف عنده وبهذا. خلينا واقفين عندي وبهذا بس نشوف السؤال ده، مش عارف يكون الرجل اللي سأل او الست مشيت. هل وقع الكذب نسيانا في حقهم عليهم الصلاة والسلام في قضية انتم اعلم بامور دنياكم، يعني في غير المأمور؟ هي هذا ليس من الكذب في شيء، لان امور الدنيا من فلاحة وزراعة ونجارة وحدادة، هذه الأمور الأنبياء لم يشتغلوا بها، ولو اشتغلوا بها لأتقنوها أحسن 1,000,000,000,000 مرة من غيرهم، ولكنهم تركوها أصلا فتركت. فهنا أفعل التفضيل ليس على بابه، مش معناها أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني إحنا عندنا علم وأنتم ولكنكم أنتم أعلم منا، مفيش مشارك هنا. هذا الأمر متروك، زي ما بقول لك أنت إيه؟ أنت أدرى بشؤونك الخاصة، يعني معناها أنا عندي دراية بها وأنت عندك دراية أشد، لا أنا ما أعرفهاش أصلا. فهذه هي متروكة. إيه؟ متروكة. فأفعل التفضيل ده اسمه إيه؟ ليس على بابه. زي فاكر في المنطق لما قلنا إيه؟
ويجمع ستة الأخس المراد الفسيس. فهنا يعني كأنه قال العلم في هذه الأمور متروك لكم، فلم يقع الكذب من النجلة في ذلك لا عمدا ولا نسيانا، ده هو بيخبر بشيء واقع، يعني هذه الأمور العلم فيها متروك لكم متروك. ولو أراد الله أن يعلمهم كل شيء لا، لكن اختصهم بأمور الرسالة والتبليغ والوحي وترك هذه الأمور للخلق. لا لا، واجبة له، واجبة في حقه جبلية، لا تقع تحت التكليف، يعني يجب لهم، يعني لا يتصور أن يكون الواجب هنا بمعنيان، كل واجب له معنى، يعني الواجب مثلا التبليغ واجب في حقهم، ويجب أن تعتقده بالنسبة لهم، تمام كده؟ إذا في واجب يقع تحت التكليف فيدخل فيه اثنين من معاني الوجوب، إنه هو واجب عليه كده بمعنى أنه لو خالف لكان أثدي الوجوب الشرعي، وفي نفس الوقت اجتمع معه الوجوب العقلي بخلاف الفطانة اللي هو الوجوب العقلي فقط وليس الوجوب الشرعي لأنه ليس تحت التكليف. لسه يعني بمعنى واجب لهم بمعنى لا يتصور أن يكونوا على غير فطانة اللي هو الوجوب العقلي، الواجب ما لا يتصور في العقل عدم، لكن بالنسبة للصدق والتبليغ والأمانة يدخل فيه المعنيان العقلي والشرعي، اللي ما دخلش فيها الشرعي لأنه ليس تحت التكليف، ده أمر جبلي بخلاف التبليغ ممكن هو يعني هو يبلغ مع بقاء الاختيار، يعني بدليل انه بيقول وان لم تفعل، لانه لو لم يتصور منه عدم التبليغ كيف ينهاه عنه، لكن كيف يأمره بالفطانة؟ ممكن يأمره بالتنبه بالتيقظ، ده تحت الاستطاعة او تحت التكليف، انما الفطانة كصفة او كموهبة ليست امر جبلي. واضح؟ لا ممكن اقول لك يا شيخ خليك فاضن تنبه، طب تقول لي كيف تامرني؟ اقول لك يعني معناها ما تسرحش وما تخليش عقلك يعني غير الايه كصفه ايه جود الليل. والله تعالى اعلم. اللهم صل افضل صلاه على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومهادك بماتك كلما ذكرك الذاكرون ووحد عن ذكرهم الغافلون. اللهم خذ بأيدينا إليك ولا تجرحنا بين خلقك ولا بين يديك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين، واستجب بفضلك دعاءنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.